الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللعارفين وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما قائلا من خيره يرحمه الله تعالى. فصل أول ما الحديث سؤاله عن الإسلام لا إله بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه متفق عليه. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن صيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فرض الله حجها. فلهذا ذكر خمس رواتب عليه لا يوجد فيها ذكر الحج كما في الحج وفي عرفين اعظم من الايمان بالله والهدى. اكبرون الايمان بالله والجواب لا اله الا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأهل عقوق من الأمانة للمغص وحديث وفد على وفد على البيت من أشد حاله وراحها. وفي بعض الكتب قال إن الصيام ألم ومذكور في كتب كثير من طرقه. وفي مسلم هو مذكور في حديث أبي سلمة رضي الله عنه الذي ذكر فيه قصة رواه البخاري رواه مسلم ويتصل جميعا. واتفق على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في يده ونهار به على الحكم من النار. فالخمس سنين ما كتب في غير بلد وشجر وقام مكتوب رقم ذلك. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الفقر المؤلف رحمه الله استعرض حديث الورد في مسمى الاسلام وعقل معها ويقارن بينها فيقول اول ما في الحديث حديث ضعيف سؤاله عن الاسلام يعني ان ابراهيم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم معروف فبئت الثياب من صوت الشعر فسال عن الحديث فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاسلام اجابه عن الاسلام الشارع والصيام والصلاه والصيام والثياب والحج فاجابه بان الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أجاب الخمسة هذه مبادئ الإسلام التي لا يقع الإسلام ولا يقع إلا بها ومن أقامها واستقام عليها فإنه لا بد أن يأتي بتلك الشعائر ومن ضيعها فلا يصير الصلاة. هذه الخمس مبادئ في مبادئ الإسلام وأحكامه وحدوده التي يقوم عليها فمن أقامها وحافظ عليها واستقام عليها لا بد أن يأتي ببقية شرائع الإسلام يعني إيمانه بهذه الخمس وإقامته لها يدفعه إلى أن يأتي ببقية شرائع الإسلام. يقول مالك رحمه الله هذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه لأن هذا حديث جبرائيل رواه الإمام مسلم بطوله مطولا وراه البخاري من حديث أبي هريرة مختصرا. يقول هذه الخمس التي ذكرت في حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم مطولا هي الخمس المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي رواه الشيخان وهو لفظه بني الإسلام على خمس.
شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. يقول المؤلف رحمه الله تعليقا على هذين الحديثين حديث جبريل وحديث ابن عمر قال: وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرض الله الحج، فلهذا ذكر الخمس. ذكر الخمس يعني خمس دعائم والاركان، الشهادتان والصلاه والزكاه والصيام والحج. ذكر الخمس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد ان فرض الله الحج. قال: واكثر الاحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج، كما في حديث وفد عبد القيس. لماذا لم يذكر فيها الحج؟ لانه لم يشرع، لانه لم يشرع في ذلك الوقت، لان الحج شرع فرض متاخر في السنه التاسعه من الهجره، وقيل السنه السادسه. السنه التاسعه حج ابو بكر بالناس، ثم حج النبي في السنه العاشره. يقول مالك رحمه الله: واكثر الاحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج، كما في حديث وفد عبد القيس. لفظ حديث وفد عبد القيس: امركم بالايمان بالله وحده. اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ فسر الايمان باي شيء؟ بالشهادتين والصلاه والزكاه والصيام واعطاء الخمس. اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس. هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالاعمال، بالشهادتين والصلاه والزكاه والصيام واعطاء الخمس، كما فسر الاسلام في حديث جبريل بالاعمال. وذلك ان الايمان اذا اطلق اي اذا افرد فانه يشمل الاعمال الظاهره والاعمال الباطنه. ففي حديث عبد القيس افرد الايمان ولم يتبعه الاسلام، فلهذا فسر الايمان باي شيء؟ بالشهادتين والصلاه والزكاه والصيام واعطاء الخمس. وفسر الاسلام في حديث جبريل بالاعمال ايضا، وفسر الايمان بالامور الباطنه، لانه في حديث جبريل اجتمع الاسلام والايمان. واذا اجتمع الاسلام والايمان فانه يكون لكل واحد منهما معنى. فسر الاسلام بالاعمال الظاهره والايمان بالاعمال الباطنه. اما اذا اطلق الاسلام وحده او اطلق الايمان وحده فانه يشمل الامرين، يشمل الاعمال الظاهره والامور الباطنه، كما في حديث وفد عبد القيس. هنا فسر الايمان باي شيء؟ بالاعمال، بالشهادتين والزكاه والصلاه والزكاه والصوم واعطاء الخمس. وكذلك الاسلام اذا اطلق وحده يدخل فيه الاعمال الظاهره والباطنه، مثل قوله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام. والدين كذلك، والبر والتقوى اذا اطلق واحد، والهدى اذا اطلق واحد منها يشمل الاعمال الظاهره والباطنه، واذا قلنا بغيره صار له معنى اخر. يقول مالك رحمه الله: وحديثه في عبد القيس من اشهر الاحاديث واصحها، لانه رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفي بعض طرق البخاري لم يذكر الصيام، يعني في حديث وفي عبد القيس. يقول: لكن هو مذكور في كثير من طرقه، وفي مسلم، وهو ايضا مذكور في حديث ابي سعيد الذي ذكر فيه قصه وفي عبد القيس، رواه مسلم في صحيحه. واتفق على حديث ابن عباس وفيه انه امره بايتاء الخمس من المغرب، والخمس انما فرض في غزوه بدر، وشهر رمضان فرض قبل ذلك، قبل غزوة بدر، السنة الثانية من الهجرة. وهذا يدل على أنه الحج لم يذكر في بعض الحديث، لأنه لم يشرع الحج، لأن الحج إنما فرض متأخرا. وهذا يدل على ما سبق من أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، كما أن الأعمال الباطنة داخلة في مسمى الإيمان، كما في حديث وفد عبد القيس. وفي الرد على المرجئة الذين يقولون أن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن مسمى الإيمان هو التصديق الباطن. هذا باطل، مسمى الإيمان ومسمى الإسلام الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة جميعا إذا أطلق أحدهم. أما إذا اجتمع يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل. نعم. ووفد عبد القيس من خير الوفد الذين وفدوا على النبي. من خير؟ عندك من خيار ولا من خير؟ في النسخة الثانية خيار. طيب. نعم.
ووفد عبد القيس من خير الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل فرض الحج، وقد قيل إنهم قدموا سنة الوفود سنة 9، والصواب أنهم قدموا قبل ذلك، فإنهم قالوا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون أهل نجد، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، وسنة 9 كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب، وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف، لما لما فتح الله مكة وثم هزم هوازن يوم حنين. ثم هزموا. نعم نعم شيخ. ثم هزم هوازن يوم حنين. هزم إذا هزم. نعم الله أكبر. ثم هزم هوازن يوم حنين، وإنما كانوا ينتظرون بإسلام فتح مكة، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 9، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب، إلا أنه أجلهم 4 أشهر من حين حجة أبي بكر، وكانت في ذي القعدة. وقد قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذه الأربعة التي أجلوها هي الأربعة أجلوها الله عنك، وهذه الأربعة التي أجلوها هي الأربعة الحرم. نعم المؤلف رحمه الله يبين أن وفد عبد القيس يقول من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدموا على النبي قديما، أسلموا قديما، وكانوا يسكنون في الأحساء الآن، مكانهم موجود الآن، ومسجدهم مسجد جواثا، هو ثاني جمعة جمعت بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أول جمعة جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجمعة الثانية ثاني جمعة في بني عبد القيس، وكانت في الأحساء الآن موجودة الآن، عليها شبكة الآن، يعني آثار معروف مكان المسجد مسجد جواثا. وكان سمى البحرين، سمى كل المنطقة الشرقية تسمى البحرين، هذا الأصل، ليس خاصا بالبحرين البلد المعروف الآن، لا الأحساء ودول الخليج كلها تسمى البحرين، يسمون المنطقة كان يسكن في البحرين سمى البحرين. فقدموا على النبي قديما وأسلموا وجمعوا بمسجدهم وبلدهم سمى جواثا في الأحساء الآن معروف مكانه. وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضى، يعني أهل نجد، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، يعني في الأشهر الحرم التي تضع الحرب أوزارها، لأن العرب يقفون على القتال في أشهر الحرم، وهي 3 متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب، فلا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الحرم التي ليس فيها حرب. أما في الأشهر الحرم يقاتلونهم الكفار، فلهذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم ويعطيهم جوامع الكلم، قال: مرنا بأول فصل نعمل به ونقر به من وراءنا، لأنهم محتاجون إلى ذلك، لأنهم لا يستطيعون المجيء في كل وقت، ولهذا يحتاجون إلى جوامع الكلم. قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. يقول مالك رحمه: قدومهم قبل فرض الحج، هذا هو الصوم، وقد قيل قبل قدموا صلاة الوفود، والصوم أنهم قدموا ذلك قبل ذلك، أنهم أسلموا قديما. وسنة 9 هي تسمى سنة الوفود، لما فتحت مكة في السنة 8 من الهجرة وفدت العرب، جاء العرب أرسلت وفود لها، جميع قبائل العرب أسلموا ودخلوا في الإسلام وأرسلوا وفودهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم قبل فتح مكة كانوا ينتظرون، انظروا ينتظرون مكة، إن فتحت مكة وغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، وإن لم تفتح مكة ولم يغلبوا امتنعوا. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الله على النبي مكة وأسلموا، جاءت العرب ترسل، جعلت العرب ترسل الوفود، كل قبيلة ترسل لها وفد يبايعون ويسلمون،
ولهذا سمي سنة 9 من الهجرة سنة الوفود، سمى سنة الوفود. وهي التي غزا فيها النبي فيها غزو تبوك، غزا الروم. ثم في السنة العاشرة حج حجة الوداع. يقول المؤلف رحمه الله: سنة 9 كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب، انتهى، أذل أذعلوا وجاءوا مسلمين، وكانوا بين مسلم أو معاهد خالد، كان مسلم أو معاهد بينه وبين النبي عهد، والمعاهد لا يقاتل. لما فتح الله مكة ثم هزموا هوازن يوم حنين. يقول: وإنما كانوا ينتظرون أبي سلمة فتح مكة، ينتظرون العرب، ينتظرون فتح مكة، أمسكوا أنفسهم حتى فتحت مكة ثم أسلموا. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أمير على الحج سنة 9، ولم يحج النبي سنة 9 حتى يتأدب، لأن كانوا يحجونهم عراة المشركين، وكان المشركون يحجون، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين منهم أبو هريرة وغيرهم مؤذنين في نسب منى ألا يحج بعد عام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدة 14. يؤذنون بهذه الأربع كلمات. فلما تأدب الناس حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 17، لأنه لا يريد أن يرى العراة ولا يريد أن يرى المشركين يدخلون مكة. فتأدب الناس في 17، ما حج مشرك ولا طاف بالبيت عريان، فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وأما في 9 فإنه أمر أبا بكر، جعله أميرا على الحج، وجعل المؤذنين يؤذنون للناس بهذه الكلمة الأربع. ولهذا قال المؤلف: قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج 9، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب. لماذا لم ينفذها أبو بكر؟ نفذها علي، لأن علي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب لا ينفذ العهود إلا من عقد العهد أو رجل من أهل بيته. فلهذا أردفه بعلي لنفذ العهود، لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب، إلا أنه وجلهم 14 من حين حجة أبي بكر 14، وبعد 14 إما الإسلام وإما السيف. ولهذا قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فسيحوا في الأرض 14، وأعلموا أنكم مرعون جزء الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه الأربعة التي أجلوها هي الأربعة الحرم. نعم. ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة 9 قبل إرسال أبي بكر رضي الله عنه أميرا على الموسم، وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشرك العرب وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم. ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف، فلم يتخلف إلا منافق أو الثلاثة الذين تيب عليهم أو معذور. ولهذا لما استخلف علي رضي الله عنه على المدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف، وقالوا إنما خلفه لأنه يبغضه. فاتبعه علي رضي الله عنه وهو يبكي، فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من يستخلفه، وفيها رجال من أهل القتال، وذاك لأنه لم يكن حينئذ بأرض العرب، لا بنجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام مكة والمدينة وغيرهما، ولا يخيفهم. ثم لما رجع من تبوك أمر أبا بكر رضي الله عنه على الموسم يقيم الحج والصلاة، ويأمر أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. واتبعه بعلي رضي الله عنه لأجل نقض العهود،
إذ كانت عادة العرب أنهم لا يقبلون إلا من المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيته. نعم، يبين المؤلف رحمه الله الشيخ رحمه الله أن عند العرب أذعنوا سنة 90 من الهجرة ودخلوا في دين الله مسلمين، ومن لم يسلم فهو معاهد ذليل، ومن أجل ذلك تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من غزو النصارى في أرض الروم في تبوك لما أمن واطمأن، لأن العرب كلهم أسلموا، أمن من قبائل العرب كلهم أسلموا، جاءت الوفود مسلمين، ومن لم يسلم فإنه معاهد. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة 9 قبل إرسال أبي بكر أميرا على الموسم على الحج، وإنما أمكنه غزو النصارى لمطمئن من جهة مشرك العرب وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم، ولهذا لم يأذن لأحد من أصحاب القتال في التخلف. ما أذن لأحد يتخلف في المدينة، لأن الروم كثير، عدد كثير، يحتاجون إلى عدد وعدة. يقول المؤلف: فلم يتخلف عن غزوة تبوك إلا منافق أو الثلاثة الذين اكتب عليهم، وهم كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومروة بن الربيع، أو معذور لأنه مريض أو لا يستطيع، ليس عنده رحل، ليس ظهر يحمله. قال: ولهذا لما استخلف علي على المدينة عام تبوك استخلف النبي علي على المدينة حتى يبقى، يعني قال له النبي: تبقى عند أهلي وأهلك، ما يمكن يتركون. فلما استخلف عليا على المدينة طعن المنافقون في علي، قالوا إنه ما استخلفه إلا لأنه يبغضه، فاتبعه علي وهو يبكي فيقول: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان. فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ في حديث آخر قال له: أخلفك في أهلي وأهلك، من يبقى؟ يقول: وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من استخلفه وفيها رجال من أهل النفاق، وذلك لأنه لم يكن حينئذ بأرض مكة، لا بمكة، بأرض العرب لا بمكة، ولا بنجد من يقاتل أهل دار الإسلام مكة والمدينة، ما في أحد يقاتل لأنه أسلم، دخل لما فتحت مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال الله: إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلذلك أمن من القبائل، فلهذا غزا الروم. لكن لو كان القبائل ما أسلموا يخشى عليهم أن يقاتلوا المسلمين أو أن يميلوا على المسلمين في مكة وفي المدينة، ما غزا الروم حتى اطمأن وتأكد من إسلام العرب. يقول المؤلف: ثم لما رجع من تبوك أمر أبو بكر على الموسم، يعني في الحج، يقيم الحج والصلاة، ويأمر بأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت العريان، يعني أرسل مؤذنين يؤذنون في الناس بميناء الموسم بهذه الكلمات: لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت العريان. والكلمة الثالثة: لا تخرجن إلى نفس مؤمنة. والرابعة: من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فأجله 14. هذه أربع كلمات يؤذنون، يؤذن فيها أردف علي، يؤذن في الناس الموسم، وأبو هريرة وجماعة يؤذن، يعني يعلمون الناس، صوتون بهذه الكلمة الأربعة حتى يعلمها الناس: لا يطوف بالبيت بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لكم أن يكون له عهد من المشركين فأجله 14. وبعدها إما القتال إسلام أو القتال. وأتبع عليا لما جاء علي وصل إلى وقال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور، يعني الأمير هو أبو بكر، لكن علي أردفه لأجل أن العهود، لأن عادة العرب أنهم لا يقبلون إلا من الرئيس أو من رجل من أهل بيته، فلهذا أرسل علي. نعم. والمقصود أن بهذا يتبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك. وعما حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه فرواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد،
أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك؟ قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. ثم ولى الرجل قال وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. نعم. المؤلف رحمه الله يقول المقصود أن وفد عبد القيس كان قبل ذلك, يعني وفادتهم على النبي قديمة لأنهم أسلموا قديما قبل فرض الحج وقبل سنة الوفود. وأما حديث ضمام ويقال أنه حديث طلحة بن عبيد الله فكان بعد ذلك. حديث ضمام الذي رواه موسى في صحيح عن أنس قال فيه نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء, فكان الصحابة يهابون ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعجبهم أن يجيء الرجل من البادية العاقل يسأل وهم يسمعون حتى يستفيدون, يعني الصحابة رضي الله عنهم يهابون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسألون ويحبون أن يأتي الرجل من أهل البادية, لأن العرب ما يبالون عندهم بعض الجفاء, وإذا كان عاقل يسأل عن كل شيء يسأل والصحابة يستمعون ويستفيدون. أما هم ما يسألون ما يستطيعون يسأل الصحابة من هيبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم, هم يهابونه عليه الصلاة والسلام ولا يبلعون أعينهم منه إجلال له وهيبة عليه الصلاة والسلام. أما الرجل من البادية ما يبالي يأتي يقول أيكم ابن عبد المطلب, فيشير له النبي فيأتي ويسأل. فهذا الحديث فيه أن هذا الرجل هو ضمام جاء من البادية فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يستفيدون. فقال يا محمد أتانا رسولك, النبي أرسل الرسل إلى القبائل وإلى البوادي وإلى العشائر يبلغهم دين الله ويأمرهم بالدخول في الإسلام. فهذا الضمام يقول أتانا رسولك الذي أرسلت لنا, أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قل زعم يعني بمعنى قال إن الله أرسلك, وكلمة زعم تأتي بمعنى القول المحقق وتأتي بمعنى الادعاء الكاذب, تأتي بمعنى الادعاء الكاذب مثل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل لا يا ربي, يعني ادعوا ادعاء كاذبا. وأحيانا تأتي زعم بمعنى القول مثل زعم رسولك يعني قال رسولك, ليس المراد الادعاء الكاذب, المراد القول المحق. زعم رسولك أتانا رسولك فزعم يعني قال أنك تزعم يعني أنك تقول. تزعم هنا ليس معناها الادعاء الكاذب بل معناها القول المحقق. زعم أي قال أنك أن الله أرسلك قال صدق. قال فمن خلق السماء قال الله. قال فمن خلق الأرض قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها مجال قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك. هذا رجل عاقل قال أقسم بالله الذي خلق السماء. من الذي خلق؟ والله. قال فبالذي خلق يعني أقسم بالذي خلق السماء وأقسم بالذي خلق الأرض وأقسم بالذي نصب الجبال الله أرسلك. الله استفهام وتقدير الله أرسلك. قال النبي نعم أرسلني الله إلى الناس. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. زعم يعني قال لنا إن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ تأكيد. فبالذي أرسلك الله أمرك نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. زعم بمعنى قال صدق.
قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا نخذ زكاة من أموالنا؟ قال صدق. قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا نصوم في السنة شهر؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت وإن استطاع عليه سبيلا؟ قال صدق. ثم ولى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك, قال الرجل ثم أدبر والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا أنقص منهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق, لئن صدق لا يدخلن الجنة. هذا الرجل من المقتصدين, من المقتصدين الذين يقتصرون على أداء الواجبات. فيه دليل على أن المقتصدين أصحاب اليمين, فيه دليل على أن المقتصدين أصحاب اليمين يدخلون الجنة من أول وحدة. والمقتصدون أصحاب اليمين هم الذين يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات ولا يأتون بالنوافل. فالمؤمنون صار طبقات, الطبقة الأولى السابقون المقربون هم الذين يؤدون الواجبات ومع ذلك يصير عندهم شرط يفعلون النوافل والمستحبات ويتركون المحرمات ومع ذلك يكون عندهم شرط ويتركون المكروهات وفضول المباحات. هؤلاء أفضل الطبقات. والطبقة الثانية المقتصدون أصحاب اليمين هم الذين يؤدون الواجبات فقط ولا يسعى عندهم نشاط في أداء النوافل, ما يؤدون النوافل والمستحبات ويتركون المحرمات فقط ولا يكون عندهم نشاط في فعل ترك المكروهات بل يفعلون مكروهات كراهة تنزيه ويتوسعون في المباحات. هذان الصنفان يدخلون الجنة من أول وحدة لأنهم أدوا واجب الله. هناك طبقة ثالثة من المؤمنين وهم الظالمون لأنفسهم الذين قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات لكنهم ما تعرف التوحيد, ما فعل الشرك الأكبر ولا النفاق الأكبر ولا الكفر الأكبر, سلموا من الشرك ووحدوا الله لكن قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات. هؤلاء على خطر من دخول النار تحت مشيئة الله, منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب ومنهم من يعذب في قبره ومنهم يصيب أهوال وشلل في موقف القيامة ومنهم من يستحق دخول النار ويشع فيه ومنهم من يدخل النار وإذا دخلها فإنه يعذب على قدر جرائمه ثم يخرج. هذه طبقات الناس. هذا الرجل من أي الطبقات الثلاث؟ من المقتصدين الأبرار. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه ولا أنقص, ما يزيد على الواجبات ولا أنقص منها, يؤدي الواجبات فيكون من الأبرار من أصحاب اليمين ويدخل الجنة من أوله. ولهذا قال الله, قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخل الجنة. هذا الحديث هو حديث ضمام, هذا متأخر بعد فرضية الحج, وحديث وفد عبد القيس قبل ذلك لم يفرض الحج, ولهذا في حديث وفد عبد القيس لا ذكر لهم الحج. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال عليه الصلاة والسلام سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج. فقال الرجل آمنت بما جئت به بما جئت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قوم وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. نعم. هذا الحديث حديث أنس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد فدخل هذا الرجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. هذا فيه دليل على طهارة أبوال الإبل وأن بولها طاهر لأن النبي أقرها على أن ينخها في المسجد ويبول, يمكن يبول في المسجد, فدل على أن طهارة ما يؤكل لحمه على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر, وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون. ويدل على ذلك قصة العرانيين الذين استوخموا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
أن يلحقوا بالصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغسل أفواههم، فدل على أن بول ما يأكل لحمه طاهر. وذهب الشافعية إلى أن البول نجس، بول ما يأكل لحمه، والصواب أن بول ما يأكل لحمه وروثه ومليه وطاهر، الإبل والبقر والغنم والطيور، أما الذي لا يأكل لحمه فنجس، نجس بول الآدمي وبول مثلا السباع والحمار والكلب كل هذه نجسة أبواله، أما ما يأكل لحمه فهو طاهر. ولو كان نجس لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من نيخ الجمع في المسجد، أو لقال اغسلوا بوله، دل على أن بوله طاهر. وفي دل على أنه لا بأس بنخة الدابة في إذا كان المسجد في متسع في رحبة، لا حرج يكون يدخل البعير وينيخه أو يضع مكان في رحبة في المسجد، مثل الآن شخص عنده عربة مثلا أو عنده سيكل مثلا يأتي ويدخل في المسجد رحبة المسجد إذا كان في ساعة لا حرج. فنخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد، ما يعرفه. هذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يتميز عن أصحابه، ما تميز عن أصحابه، ما له كرسي حتى تعرفون ولا له ثياب خاصة، ثيابه مثل ثيابه وهو بينهم ما يعرف، ما في غير متميز عليه الصلاة والسلام. لو كان متميز عرف، ما لو كان متميز بثياب خاصة أو بلباس خاص أو بمكان خاص أو مكان مرتفع أو غير ذلك لعرفه، لكن هذا الرجل ما يعرف. قال أيكم محمد، أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم، فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، هذا الرجل الأبيض المتكئ هو محمد، ما يعرف عرابي جاي من البادية، ما يعرف ولا تميز عن أصحابه لا بلباس ولا بثياب ولا بمكان. فقال الرجل ابن عبد المطلب، يعني ابن عبد المطلب، هل أنت ابن عبد المطلب يعني على حد حرف الاستفهام وتقدير أنت ابن عبد المطلب؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني ابن عبد المطلب يعني على حد حرف الاستفهام والتقدير أنت ابن عبد المطلب؟ قال النبي قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك ومشدد عليك بالمسألة فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تغضب علي، وسألك أسئلة فيها شدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدأ بك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. تتأكد، يريد يتأكد. وذكر أن سأل عن الصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج، وهذا يدل على مجيئه قديم قبل فرضية الحج قبل فرضية الصيام. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام وثعلبة. أقول بني سعد بن بكر والذي سيقارن بين الحديث. نعم. هذان الطريقان في الصحيحين، لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج بل ذكر الصيام، والسياق الأول وتم، والناس جعلوا الحديثين حديثا واحدا، ويشبه والله أعلم من يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما، لأن سعد بن بكر هم من هوازن وهم آظار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد فتح مكة، فأسلموا كلهم بعد الوقعة، ودفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان بعد أن قسمها على العسكر واستطاب أنفسهم في ذلك، فلا تكون هذه الزيادة إلا قبل فتح مكة، والحج لم يكن فرض إذ ذاك. وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فلا تكون الزيادة إيش؟ سمى الشيخ نعم فلا تكون هذه الزيادة عندنا في طبعة ثانية الزيارة الزيارة طيب نعم فلا تكون هذه الزيادة إلا قبل فتح مكة والحج لم يكن فرض إذ ذاك. عندك بالدال زيادة نعم صاب الزيادة الزيادة هي زيادة الحج صلاة الحج نعم وحديث طلحة فلا تكون هذه الزيادة إلا قبل فتح مكة والحج لم يكن فرض إذ ذاك. وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام، وقد قيل إنه حديث ضمام رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وليس في شيء من طرقه ذكر الحج، بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام، كما في حديث وفد عبد القيس. نعم، المؤلف رحمه الله يقارن بين الحديث، يقول: هذان الطريقان في الصحيحين. مراده في الطريقان هنا حديث أنس هذا، وحديث ضمام الذي قبله، حديث ضمام الذي قبله. لكن يشكل عليه أن حديث ضمام قال رواه مسلم، ليس في الصحيحين، أخرجه مسلم. والحديث الثاني حديث أنس هذا ذكر أنه رواه البخاري، حديث أنس هنا رواه البخاري، فيحمل قول هذا الثاني في الصحيحين، يعني الأول في صحيح مسلم والثاني في صحيح البخاري، كما ذكر المحقق. لكن يبقى قوله: لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج، مع أن الحديث الأول ما أخرجه البخاري. لكن قول المؤلف رحمه بعد ذلك حديث طلحة بن عبيد الله، ثم وقد قيل إنه حديث ضمام وهو في الصحيحين، هذا دل على أنه في الصحيحين، لأن حديث طلحة بن عبيد الله هو حديث ضمام، حديث ضمام قيل إنه حديث طلحة بن عبيد الله في الأول، قال أخرج رواه مسلم حديث ضمام، وهنا قال وحي طلحة بن عبيد الله وقد قيل إنه حديث ضمام وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله. فعلى هذا الإشكال، لكن المؤلف رحمه الله يقول هذان الطريقان في الصحيح، لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج لحديث طلحة، هنا ذكر أنه أخرجه مسلم وذكر بعد ذلك أنه في الصحيحين. فعلى هذا يزول الإشكال، يكون هنا قول حديث ضمام رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم. فيه المؤلف ذكر أنه لم يذكر في الأول الحج، يعني حديث ضمام، حديث ضمام قال سأل عن أي شيء، هل سأل عن الحج؟ نعم ذكر عن ذكر الحج. يبقى إشكال قول لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج، وذكر الصيام والسياق الأول أتم، والناس يجعلون الحديثين حديثا واحدا، يعني حديث أنس وحديث ضمام حديث أنس يقول سأل عن الصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج، وحديث ضمام ذكر فيه الحج. يقول ويشبه الله أعلم، يقول أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما، لأن سعد بن أبي بكر، لأن سعد بن أبي بكر من هوازن، وهوازن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت معهم الوقعة، وقعة حنين بعد فتح مكة، فأسلموا ودفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان بعد أن قسم المعسكر كما هو معروف، واستطاب أنفسهم في ذلك، فلا تكون هذه الزيادة إلا قبل فتح مكة. والحج لم يكن فرض إذ ذاك. قبل أن تكون فلا تكون هذه الزيادة هنا الآن، فلا تكون هذه الزيادة إلا قبل فتح مكة، الزيادة الآن في الحج، فلا تكون هذه محتملة، تكون فلا تكون هذه الزيارة، يعني زيارة ضمام لا تكون إلا قبل فتح مكة، والحج لم يكن فرض ذاك. والمؤلف يقرر أن ذكر الحج في حديث ضمام وهم،
لماذا؟ لأن سعد من هوازن، وهوازن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الوقعة وقعة حنين بعد فتح مكة، فلا تكون هذه الزيارة إلا قبل فتح مكة، يعني زيارة ضمام تكون قبل فتح مكة. على كل حال الحديث الآن فيها يعني فيها تداخل، لكن المؤلف رحمه الله يبين أن الوفود أو الذين زاروا النبي صلى الله عليه وسلم والأعراب الذين جاءوا إليه وكذلك وفد عبد القيس قديما كان مجيئهم إليه قبل فتح مكة، ولذلك لم يكرر الحج. يعني يريد أن يقول أن الوفود الذين جاءوا أو الذين وفد عبد القيس أو الأشخاص والأعراب الذين جاءوا وساروا النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة لا يكفي الحج. لماذا؟ لأن الحج ما فرض، وما جاء فيه ذكر الحج فيكون وهم، هكذا قرره مؤلف في هذا، فيكون ضمام في ذكر الحج في حديث ضمام يكون وهم على ما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن الحج لم يكن فرض قبل ذلك. وحديث طلحة بن عبيد الله يقول ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام، وقد قيل إنه حديث ضمام، هو حديث طلحة بن عبيد الله، وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله ذكر قال جاء رجل ذكر لفظ الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من النبي صلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غير ذلك؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني من المقتصرين أدى ما وجب الله عليه. فقال رسول الله أفلح إن صدق، يعني من أدى ما وجب الله عليه فإنه من أهل الجنة، من أهل الجنة والكرامة. يقول وليس في شيء من طرقه ذكر الحج، بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام كما في حديث وفد عبد القيس. لماذا؟ لأن قدومه قبل شرعية الحج. وعلى هذا المؤلف يقرر أن ذكر الحج في حديث ضمام الأول وهم بعض الرواة، لأن قدومه ضمام قبل شرعية الحج قبل فرض الحج، فعلى ذلك يكون ذكر الحج وهم. نعم. في كلام المحقق عن قوله وهم أعذار رسول الله النسخة الثانية صار وتكلم قال أن المثبت أولى أعذار رسول الله وين زيادة عندنا فضل الشيخ. إذا قيل المعنى الآن إذا قيل الزيادة الآن لا لا قصدي قال الآن قصدي فضل الشيخ وهم أصهار رسول الله إيه؟ هو المحقق أثبت أعذار قال تحت في نسخة طاء أصهار وتصحيح أصهار لا في نسخة نعم الآن هو أثبت أعذار يقول في نسخة طاء أصهار وتصحيح وخطأ مبين إذ كيف تكون هوازن أصهار أصهارا له صلى الله عليه وسلم وهو لم يتزوج منهم قط وإنما هم أعذاره أي مرضعوه وإنما هم آذاره آذار إيه نعم آذاره آذار إيش معنى آذار يقول مرضعوه لا ما هو صحيح هم أصحاب لأن في قصة هوازن جاءوا يستعطفون النبي وقالوا إن الآن في المغانم أخوات عماتك وخالاتك نص هذا عماتك وخالاتك نعم هذا أصحاب هذا خفي على المحشد المحقق الصواب أنه أصحاب وليس خطأ بين الخطأ البين التعديل هو الخطأ البين وأصحاب لأن في الصحيحين أنهم جاءوا النبي يستعطفونه لما النبي غنم أموالهم ونساءهم وذراريهم وغنم من الغنم 2000 شاة ويقال 2000 شاة وكذلك من الإبل وكذلك الذراري والنساء أخذهم واستعنى بهم بضع عشرة ليلة لعلهم يأتون فلم يأتوا فقسمها بين الجيش قسم النساء والذراري والإبل والغنم فجاءوا بعد ذلك تائبين مسلمين قال يا رسول الله أعطنا نجد تائبين قال النبي استنيت بكم بضع عشرة ما أتيت الآن وزعت على الناس والغنم فجاءوا بعد ذلك تائبين مسلمين قال يا رسول الله أعطنا نجد تائبين قال النبي استنيت بكم بضع عشرة ما أتيت الآن وزعت
وزعتها على النفس، ولكن الآن سأخطب سبي للناس وأطلب منهم يسمعوا عن حقي. فخطب النبي وقال إن أخوالكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد عليهم، خيرهم أولا، قال اختاروا السبي أو المال، ما فيه جميع، يعني تريدون المال ولا تريدون النساء والذرية؟ قالوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعطيهم الأمرين، قالوا نريد النساء والذرية، نريد نساءنا أولادنا والمال لا نريد. فالنبي خطب الناس وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين وإنهم طلبوا أن أرد إليهم سبيهم، وقال لهم إن أحب أحده إلي يصدق اختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما الأموال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم الطائفتين قالوا لا نعدل بسبيل شيئا، وقال وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ويرد ما معه فذاك، ومن أحب أن لا يطيب فإننا نعطيه من أول ما يفيض الله علينا نعوضه. فقال الناس طيبنا يا رسول الله، فقال إنا لا نعرف من طيب منكم ولا ومن لم يطيب، ارجعوا حتى يرفع لنا عرفاءكم. والناس فدع الناس من كان عنده شيء من النساء والذرية أردها عليهم، ومن لم تطب نفسه فإنه يعوض عنها في المستقبل من الغنائم. وفي الأول جاءوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله هؤلاء الآن اللي يوزعوا الآن كلهم فيهم في عماتك وخالاتك، فهذا دل على أنهم أصحاب الرسول، هذا يعيد أنهم أصحاب الرسول الله، عماته وخالاته أصحاب الرسول الله. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وهذا يحتمل أن يكون هو ضماما. فقد ضمام هذا في الحديث الأول قال إنه رواه مسلم، هنا قال في الصحيحين، في الصحيحين عن أبي هريرة. فقال ذكر أن هذا الرجل أو الأعرابي قيل إنه هو ضمام، قال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا، التوحيد، في فضل التوحيد وأن التوحيد لا بد منه وأنه لا يدخل الجنة إلا الموحد، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان، هذه حقوق التوحيد، فمن أتى بالتوحيد وحقوق التوحيد دخل الجنة من أول وهلة. قال الرجل والذي نفسي بيده لا أجد على هذا الشيء ولا أنقص منه، يعني أوحد الله وآتي بحقوق التوحيد ولا أزيد نواحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا، لأن المقتصد يدخل الجنة من أول وهلة، المقتصد هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ولو لم يأتي بشيء من النوافل المستحبات، فإن أتى بالنوافل المستحبات وترك المكروهات صار من السابقين المقربين، صار درجات عالية في الجنة، وإن لم يأتي فقد أدى ما عليه ويدخل الجنة من أول وهلة، وإن نقص شيء من الواجبات وفعل شيء من المحرمات صار من الظالمين أنفسهم، صار عليه وعيد، صار على خطر من دخول النار، ولكنه لا يخلد في النار إذا دخل. نعم. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار، قال فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي، ثم قال كيف قلت، فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة، هذه الألفاظ في مسلم. نعم. جاء في بعض الحديث الصلاة والزكاة فقط، يعني دون الصيام،
لأن مجيء الأعرابي يحتمله قبل فرضية الصيام، لكن الصيام فرض قديما ويحتمل أنها فلم يذكر، وفي بعضها ذكر، فلا حديث فيها يعني في بعضها ذكر الصلاة والزكاة والصيام، وفي بعضها ذكر الصلاة والزكاة فقط، كما في حديث قول المؤلف كما في الصحيحين في حديث أبي أيوب الأنصاري، وأن العربي عرض له وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال فيها الإنسان يفتي ولو كان راكب في السيارة ولو كان راكب على الدابة أو يريد أن يركب لا حرج، كان يفتي كان وهو على دابة كما بوى البخاري في الحج. وهنا فيه أنه أفتى أن هذا الرجل أخذ بخطام ناقته فجعل يفتي، ثم قال يا رسول الله محمد أخبرني بما قريب من الجنة وبعد عن النار، ثم فقال لما قال ذلك قال النبي لقد وفق أو لقد هدي، لأنه سؤال عظيم، قال وفق أخبرني بما يقرب من الجنة وبعد عن النار، هذا السعادة، هذا سبب السعادة، سأل عن سبب السعادة، ثم بين له النبي أن سبب السعادة الذي يدخل الجنة وبعد عن النار هو التوحيد وحقوق التوحيد، فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا هذا التوحيد، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم هذه حقوق التوحيد. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، لأنه كل المقتصدين أدى الواجبات وحد الله وقام بحقوق التوحيد تكون من أهل الجنة، ومن هذه الألفاظ في مسلم. نقف على هذا الحديث، يقول الحديث متصل بعضها ببعض، نقف على هذا، وفق الله جميعا.